معانا النهارده كمان الاستاذ اسلام صابر، عضو مجلس اداره المنتدى المصري لذوي الاعاقه. هنتكلم كمان معاه عن يعني مدى يعني استشعاره بالاختلاف عن ما سبق. هل ابتدى يعني ابتدينا نشوف يعني فكره الاتاحه السمعيه والاتاحه البصريه ابتدت تبقى مفعله ومعممه اكتر، ولا مازال في تحدي؟ برحب بحضرتك على شاشه قناه صدى البلد. اهلا بحضرتك يا فندم. بالنسبه للاتاحه لذوي الاعاقه البصريه، طبعا من منطلق اهتمام القياده السياسيه بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وادراج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في الدستور، وبعد كده جه القانون رقم 10 لسنه 2018 اللي بيحمي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، ولائحته التنفيذيه اللي صدرت 24/12/2018 بيأكد على اتاحه المعلومات الوعي المجتمعي بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بصفه عامه والاعاقه البصريه بصفه خاصه. ومن هنا كل الجهود تكاتلت وتكاتفت مع المجلس القومي لشؤون ذوي الاعاقه والوزارات المختلفة، بدءا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإطلاقها سنويا مؤتمر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مسابقة سنوية، مسابقة تمكين اللي بتمكن المبرمجين والمبتكرين ان يقدموا مجموعة من البرامج والتكنولوجيا المساعدة اللي بتسهل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أو مختلف إعاقتهم. الشخص ذوي الإعاقة اللي يتعلم التكنولوجيا ويستخدمها ويتقنها مش ممكن تقول عليه شخص معاق، لأن عندنا هنا التكنولوجيا، أنا بعتبر التكنولوجيا بمثابة الحاسة المفقودة عند الشخص ذوي الإعاقة. يعني على سبيل المثال لو قلت لحضرتك وليس الحصر، قلت لحضرتك مثلا الموبايل اللي في إيدي ده فيه برنامج ناطق، النطق ده بمثابة الحاسة المفقودة عندي. لو ما كانش في نطق وموجود البصر هقدر اتعامل بالموبايل من خلال البصر. طب البصر مش موجود، ايه اللي موجود بديله؟ هو النطق. في بيوجد قارئ شاشة بالنسبة للموبايل واجهزة الكمبيوتر بتنطق، كل شيء بيظهر على الشاشة. يعني احنا مثلا لو احنا نسمع السادة المشاهدين مثلا عن طريق الحركة بتقدر ان انت تتنقل من خدمة لاخرى او من اوبشن لاخر، خاصية لاخرى، علشان تقدر تفتح التطبيق. يعني لو فتحت مثلا الموبايل الهاتف اهو، عايز مثلا انشط لوحة المفاتيح اهو، عاوز اتصل باي رقم اهو، اتنين مثلا، اتنين اهو. طب يعني ما شاء الله واضح حضرتك متمرس، يعني فكره يعني سهوله الحركه ومدى يعني شطارتك في ان انت عارف تستخدم التكنولوجيا، ده خد من وقت حضرتك قد ايه؟ هو ما خدش وقت كتير، لان انا عندي الاراده وفي احتياج شديد للحاجه دي، فبالتالي لازما اتقنها يعني، ولازما هو ده الحل البديل. يعني انت مثلا انا بستخدم الموبايل، لو واحد مبصر بيستخدم الموبايل معايا وبنفس الاستخدام بنفس البرامج الناطق او نفس ما بستخدمه، بيحس ب يعني اقول لك بخنقه، بيحس ان مش عارف يتعامل مع الموبايل. يعني انا لو مثلا اديت حضرتك الموبايل اهو نجرب، امسك حضرتك الموبايل وتعامل معاه، هو اكيد مش هعرف يعني اتعامل بيه لانه بنفس الطريقه دي، الا لما ابتدي افهم الحركه عامله ازاي، وهياخد وقت شويه. بالنسبه للكفيف لمسه بيقول له العنصر، لمستين يفتح له العنصر اللي نطقه له اخر مره. طب احنا عايزين نتكلم برضو، بما اننا النهارده في اليوم العالمي او بنحتفل باليوم العالمي للويس برايل واهميه اللغه، يعني لغه برايل بتعني لحضرتك ايه؟ بتعني المعرفه، النور، حاجات كتير. لاني شفت حضرتك القلم المبصر والكراسه بتاعه الطفل لما بيخش الحضانه، احنا بالنسبه لنا كمكوفين القلم برضو لينا قلم بنكتب بيه في طريق برايل زيه زي القلم المبصر، لا غنى عنه. مهما تقدمت التكنولوجيا وتطور التكنولوجي والتكنولوجيا المعلومات والتطور الهائل اللي احنا شايفينه ده، بس لا غنى عن القلم البرايل.
هل حضرتك التكنولوجيا استغنيت عن القلم الجاف او القلم الرصاص؟ اكيد لا، ما استخدمناه، ما فيش حد بيستغنى يقدر يستغنى عنهم. بالذات بالظبط الكفيف نفس الفكره، عمرنا ما نقدر نستغنى عن طريقه برايل. طريقه برايل ديت فعلا كانت طاقه نور لكل كفيف في العالم. هو تم استخدام لغه برايل في الانتخابات اللي هي اللي فاتت، الانتخابات على التعديلات الدستوريه، هل حضرتك نزلت صوت واستخدمت اللغه دي بالفعل؟ انا هقول لحضرتك خبر، انا اللي عامل الوسيله بتاعت الادلاء بالصوت الانتخابات، انا صاحب الفكره، وانا اللي رحت الهيئه الوطنيه للانتخابات وصممت لهم الغلاف واديته لهم طبقوه على البلاستيك وطبعوها، ونزلت فعلا استخدمتها في اللجان الانتخابيه انا بنفسي. طيب يعني فكرة الإتاحة، الإتاحة السمعية أو الإتاحة البصرية، الإتاحة المكانية، فكرة أنه الأماكن تبقى مهيئة هندسيا لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية أو غيرهم من الإعاقات، أن هم يبقى في سهولة حركة، هل حضرتك ابتديت تشعر أنه يبقى في اختلاف، ابتدى يبقى في طفرة في فكرة يعني الإتاحة بشكل عام في مصر؟ هو ماشي ببطء. احنا طبعا الاتاحه ديت الاتاحه الهندسيه مش هتتغير يوم بليله، عايزه سنين طويله جدا جدا علشان نقدر نغيرها، لان مبنى انبنى من 10 سنين ما كانوش حاطين في حسبانهم ان يطبقوا الكود الاتاحه او الكود الهندسي للاتاحه لذوي الاعاقه. لما نيجي هنغيره امتى؟ هنغيره لما يبتدي المبنى ده يتهالك ويعملوا له صيانه، هنبتدي نفكر في الاتاحه. برضو في الارصفه في الشارع، لما نيجي نعمل الرصيف بمستوى بارتفاع معين، الرامب اللي بيطلع الكرسي المتحرك على الرصيف، هو هيتم من يوم بليله؟ لا، لازم يتم من خلال لما يجي يعملوا صيانه برضو للايه؟ للطريق ده او للرصيف ده. بس اللي احنا بنتمناه فعلا يحطوا قضيه الاعاقه والكود الهندسي في حسبانهم وفي تخطيطهم في في, في 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 الايام اللي جايه ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنتمنى ان احنا نشوف مجتمع على قدر من الوعي باهميه يعني تسهيل مجتمع دامج، سواء للمكفوفين او اصحاب الاعاقات المختلفه او حتى الاشخاص التانيين اللي هم يمكن عندهم النعمه ديت، فبالتالي يبقى في دمج ما بين كل افراد المجتمع ان شاء الله باذن الله.